مش عارف انتوا زيي في الموضوع ده ولا لا، بس انا شخصيا اول ما انزل اي بلد اروحها بيبقى عندي خيار واحد للاكل الامن السريع المفضل بالنسبه لي، وهنا اكيد بكلمكم على ماكدونالدز. ماكدونالدز يا جماعه من الحاجات اللي انا احب اجربها جدا في اي بلد بصراحه. كل دوله بيتميز ماكدونالدز فيها ان هو واخد الطبع بتاعها شويه في السندوتشات. يعني في مصر كان عندنا ماك طعميه، لما رحت ماليزيا كان عندهم رز بالكاري، فالنهارده بصراحه متشوق جدا ان اشوف ماكدونالدز المغرب، اللي خصوصا سمعت ان هو عنده حاجات كتيره جدا مش موجوده في فرعينا في مصر. فنازل النهارده ادور على اقرب ماكدونالدز واجرب كل شيء مش موجود عندنا في مطاعم مصر. تقول لي يا موريسيو وانت هتبقى ايه بتاع اكل وريفيوز وكده، اقول لك اه ده اللي جديد بقى، ده الجديد. فشجعني وقول لي لو التجربه دي عجبتك. النهارده هننزل نقيم الاكل، هنديله كام من 10، هنقيم القرب، هنقيم المعامله في المحل عامله ازاي. فتابعونا وشجعونا واشتركوا معانا في القناه لو كنتوا لسه اول مره متابعين لينا. تابعونا دايما، وبشكر اكيد الراعي الرسمي للحلقه دي شركه فاليو، اللي من خلالها ممكن تقسط اي حاجه. وبالفعل اخترت سفريتي عن طريق تريبتانزا، وقدرت ان انا اقسط السفريه كلها من خلال الباكج والرحله الخطيره اللي متوفره من شركه تريبتانزا في كازابلانكا. وبالفعل خدني عم بلبل ورايحين على ماكدونالدز. طلع ان هو قريب كمان من الفندق. ماكدونالدز ميزته ان هو موجود في اي حته بصراحه، يعني وعايزين كلاود ستاندر في كل حاجه، بس ممكن يبقى عنده حاجات جديده فممكن نجربها. بيقول لك ماكدونالدز المغرب في حاجات عمرنا ما شفناها. ما هنخش نشوف دلوقتي. وصلنا يا جماعه دقيقتين بالظبط من الفندق، موجود في كل حته اهو، وتعالوا نشوف ماكدونالدز المغربي بيقول ايه. صباح الفل. صباح 100 100. صباح الفل. بلبل بلبل. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. احنا جايين دلوقتي نشوف ايه الفرق بين ماكدونالدز اللي في المغرب واللي في مصر. بيقول لك يا بلبل ايه ميزه ماكدونالدز اللي هو في كل بلد بياخد الطابع بتاع البلد. دي حقيقه. يعني ممكن تلاقي هنا مثلا ماك كوسكوس. لا ده في بطاطس بالبصل اللي هو البصل بتاع الكشري. اه انت متخيل؟ لا وفي سندوتشات شكلها جديد جدا. احنا هنجرب كل ده ونقعد نضرب ونخش كل ده. انت هتجرب كل ده ان شاء الله. احنا هنجرب كل ده. انت هتجرب. هندي تقييم لكل حاجه جديده كام من 10. تمام. جهز تضرب معايا. يلا انا جاهز. دي فقره جديده عاملها اسمها اطبخ مع كابتن. خلي بالك بقى ايه من الحاجات الصغنططه اللي محدش بياخد باله منها. تعرف تقرا دي يا نبيل؟ لو شاطر تقرا اللي تحت دي. كروكا فروماج ريليفي اي بافيرون. اه بالظبط زي ما انت قلت كده بالزبط. مثلا في برضه سندوتشات جديده يا بلبل، شايف دبل تشيز. هو ده تقريبا تشيز برجر، بس دبل برجر ودبل تشيز ورويال، برضه الماكرويال معمولينه بالجبنه كله باظظ باظظ خالص. والبيج ماك عايزين واحد جراند ماك راب تشيكن. اشغال ولا مين المطعم؟ مش فاهم. طلبنا كل حاجه؟ طلبنا كل حاجه. فاضل ايه كده؟ في بيف؟ اه احنا طلبنا بيف. طلبنا بيف. طلبنا الرويال تشيز وطلبنا الجراند ماكراب. لا دول فيش مجدود. ايه؟ دول دبل تشيز ماشي رويال. رويال تشيز ولا دبل تشيز؟ قلت لي دبل تشيز. انا قلت لا رويال تشيز. رويال تشيز. وفي صوصات ايه بقى؟ صوص ايه؟ صلصه. صلصات اه ايه؟ شوف مطعم لا 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 الصوص الصوصات دي. في الباربيكيو ديليكس مطعم. الباربيكيو غير الباربيكيو. عندك ايه جديد غير الباربيكيو؟ باربيكيو. بيقول لك يا نبيل بقى ايه بتوع الاكل، بيقول لك الاكل بيجي الساعه كذا ونزل كذا، بحيث ان هو ايه جوده السرعه قد ايه. وماكدونالدز معروف اصلا في مصر هو اسرع دليفري في مصر. هو اسرع اكل يعني لما تروح تطلب بتاخد على طول يعني. هو هل بقى في المغرب هو اسرع دليفري في المغرب ولا هو الموضوع منحصر عندنا؟ هتعرف دلوقتي. طلبنا 11 بالظبط، الساعه دلوقتي 11 وثلاث دقايق اهو. وصل وصل الاكل وصل. الساعه كام؟ 11 و6 دقايق. حاجه عظمه. اسرع دليفري في المغرب. دي بقى ايه؟ الستيك فرايز، وده الماك رويال اللي هو اللي بالتشيز. اسمه ايه؟ رويال تشيز. ودي الفرايز اللي بالسامبيانس، والماك فيز بالبوميكون، والتشيكن راب بالسانكورون، والكروكون اللي بالجبنه، والكروكي بالجبنه برضه. جمال مي بوبو. هنا بقى اول حاجه ايه؟ تشيكن راب. ده سوري. ده حاجه اه فعلا ابو مازن. افتح لنا ابو مازن ده نشوف ايه. الله الله ده فعلا سندوتش سوري يا جماعه. يا لهوي يا لهوي على الحلاوه. مش عارفين نفتحه ازاي بس استنى استنى. هو بيتقطم على طول بقى. ده بيقول لك يعني بالهاني ماسترد والتشيكن. دو 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 دو
لا الدواء عايز قطمتين ثلاثة، ما هو مش بالقطمة. أنا قطمة كبيرة. قطمة كبيرة. لا بس خد الصوص من جوه. أنا سوري، في فرايز زي السوريين. لا والله العظيم زي الشاورما التركي والسوري، ها جواه بطاطس. دوق. بينا ندوق التشيكن راب. لا لا الصوص، الصوص معاه جامد جدا. الصوص داخل الدماغ. ايوه لا لا هما الصوص جامد والفراخ طعمها حلو مستويه حلو جدا. يا لهوي والعيش طعمه كل حاجه طعمها حلو تحفه جدا جدا جدا. الفراخ مستويه وجواها بطاطس والصوص فعلا يا جماعه مستو الصوص اختراع. كم من 10 تشيكن ماكراب؟ ادي كل واحد حاجه. اديله 9. اديله 9 وانا اديله 8 بصراحه. من الاخر خش على ال خش انت خش بقى. ابدا انا بديت الماكرويل بقى. الماكرويل تشيزي. انت بقى تبدا، انت بقى ايه تبدا انت بقى البيتزا. بص يا جماعه الجبنه باظه فعلا زي ما قلتوا باظه يعني. بص الجبنه طالعه عامله ازاي من بره شايف؟ شايف خلي بالك اقول لكم شايف 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 انا جبنه عندي مش محتاج تبقى اكسترا تشيز اللي هو على طول هو نازل بالتشيز على طول. كله جبنه، عايز ان مخك تتعصر في الجبنه. فظيع فظيع. لا لازم تيجي، لازم تيجي. ممكن اخد من عندي؟ ممكن تديه من عندي؟ جوسي جوسي يعني. ممكن اخد من عندي ادوق من عندي انا. اوكو جبنه زي بام جبنه تقوم ضربه كده في دماغك. اقعد 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 مش قادر. اقعد يا اخي مش قادر. هو جبنه فوق وتحت جبنه هنا وجبنه تحت. بصوا بقى بصوا بصوا الجبنه ده. يا لهوي يا لهوي عامل زي السندوتشات اللي في مصر اللي بتبقى ايه اسمها تشيز. لا وبيف بيف يعني بيف في بيف يعني فاهم انت فاهم بيف. انا حاسه ماكرويل. هو ماكرويل بس احنا عاملين له مثلا بدل ما تطلب اكسترا تشيز مره كانك عملت 3 اكسترا تشيز على الساندوتش. فالفكره نفسها انا مكيفاني. حلوه جدا. 9 من 10 8 عشان انا بحب التشيكن اكتر. انا بحب البيف اكتر عشان كده انا اديله 9 بصراحه. انا اديله 8 حاجات كلها جديده. انا شخص ميال للفراخ اكتر. دي الفرايز تقريبا يا جماعه. سيبكم الاسم طبعا لان الاسم بالفرنساوي ودي مشكله اي مطعم في هنا في المغرب عامه ان اللغه الفرنسيه هي المحتله. فيعني بصل وجبنه شيدر تقريبا وفرايز عاديه بتاعت ماكدونالدز. ده بصل كشري. ايه بصل كشري؟ بصل كشري. عارف البصل اللي على الكشري؟ ايوه هو ده بصل الكشري. تفتكر نفس الريحه وعايزين كده نفس الطعم؟ تصدق نفس الريحه فعلا. بص احنا نعمل بقى في حاجه مختلفه. ده احنا هناخد واحده وانت واحده ونضربينها سوا نفس الوقت في نفس اللحظه ماشي بس بالصوص بقى بالبصل وكله. انا هعمل كده وانا هعمل كده بصلي بالبصل وانا صوصي وبصلي ماشي. 1 2 هوب. يا لهوي يا لهوي. انا اسف انا هشرب دي معلش يا مروان. انا اسف هو بايظ او في حاجه غلط. انا ايه ده اسف. سوري 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 جدا سوري سوري. كنت سمعت الاخر ده. ايه ده بقى؟ تعالوا نقيمهم الاثنين سوا. الماك فيز الرمان ده قوي قوي. ده يا جماعه بصوا ده الماك فيز الرمان برضه عشان يعالج ال لا مش هيعالج الشيء اللي احنا خدناه. هتاخد شوك تانية. وحش قوي؟ لا يعني هو مش عارف عشان ده طعم ده فانا مش عارف ايه اللي حصل. هو لا في دبل تشوك خدناهم ورا بعض. لا في 2 دبل تشوك ورا بعض. لا ايه احنا مالنا دخلنا كده فجأة غلط كده. كانت الحاجة ماشية كويس. طب الحاجة ماشية كويس والله. نطلع على مستشفى الريان ولا ايه؟ البصل نديها ايه؟ 1 لا طعمها صعب جدا. انا ما اقدرش اكل منها واحده كمان. والله ولا انا والله ولا انا. البطاطس البصلي 0 او انا اديها 1 كرامه يعني للفرايز انها فرايز ماكدونالدز العادي. انا اديها 0. انا اديها 1 عشان البوكس يعني البوكس شكله حلو مصروف عليه. البوكس يعني مش جاي لك في بتاك ماكدونالدز العاديه فبرضه لازم تسيها جدا سيها جدا سيها جدا. في طعم كده بيقف هنا في حاجه تعالى اجيب فوار من هنا ونكمل الريفيو. يعني احنا لازم نشرب ميه عشان الطعم ده يتغير. انت رايح فين يا نبيل؟ لازم اجيب ميه. ميه ايه؟ خد هديك ميه اهو. لا 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 مش هقدر. اضرب بس اشرب انت. انا هنزل اجيب ميه واجي لكم على طول عشان الريان نقدر نكمل. قبل الميه تدي للماك فيز رمان كام؟ 1 نص. روح اجيب ميه. روح اجيب ميه وجاي. ماشي ماك فيز نص و1. ده ايه ده؟ دلوقتي بقى عندنا الثلاث خيارات الابيتايزر. الستيك فرايز دي يا جماعه ما شفتهاش قبل كده. البطاطس اللي هي ايه تخينه شويه ودي 2 ابيتايزرز بالجبنه. مش عارف ايه الفرق ما بينهم ولكن المبهر هو الصوصات. عندنا الكريمي ديلوكس ده مش موجود برضو. عندنا صوص الكاري وصوص الزوتزور شينسو شينسو شينواس
نفتح اني واحده تاخدنا بقى كده ونقعد ايه نقيم الصوصات ونقيم الكريمي قوي. الكريمي اكتر واحد هيعجبك. متحمس. انا متحمس للكاري بصراحه. دلوقتي احنا محتاجين نقيم البطاطس قبل الصوصات عشان ما يكونش على البطاطس الصوص. صح. ده بقى الريفيور بتاع الاكل. هو الراجل ده اكيل. لا انا بتاع اكل من زمان. الراجل ده اكيل بس. لا 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 ده بتاع قناه اكل بنت كلب بتكسر الدنيا. مش وحشه. يعني تمام. مش مبهره. بالظبط. بس احسن من الفرايز العاديه. يعني اختراع لو حبيت ان انت ايه زي الويدجز. يا قريبه من الويدجز. اه بالظبط قريبه من الويدجز. بس انا بالنسبه لي فرايز مصر فرايز مصر احلى من فرايز الهنا بكتير. اللي هي الفرايز العاديه. ايوه العاديه هي فرايز مصر. بس دي عجباني عامه. حلوه. هي حلوه يعني ما تضايقكش. بس بصوا كمان الكوز قد ايه يعني. لا كبير. طب عنده دي الكروكو تشيز. انت متربي في فرنسا صح؟ خد بص 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 تفتح ده ايه؟ ايه ده؟ دي جبنه خضراء. اه في حاجه لونها اخضر. اخضر خضراء؟ ده بصل؟ دي سبايسي؟ انا ما بقولش سبايسي. ولا انا؟ اكل ايه بس؟ مش بتاع اكل ولا نيس. انا هيجي لي حساسيه كده. دي عماله بتزود يعني. هي بتاخدها في الاول. بس بصراحه طعمها حلو قوي. حلوه قوي قوي قوي. حلوه قوي. ده بجد جامد. ده بجد تسخن جامد. تسخن وحلوه يعني. تسخن جوه البق. تحسها بارده وبعد كده تسخن. نوم نوم. دي بعجينه الابل باي يا جماعه. عباره عن ابل باي صغنططه كده وتفتح تلاقي ايه؟ تلاقيها بتمط معاك جبنه. مش مشكله. غزلتك. عشان دي جبنه مش بتمط. لا. طب جو. جبنه ريستون دي ولا ايه؟ جو. خطيرة جامدة. خطيرة جامدة. حلوة قوي قوي قوي. بس انا بحب الابل باي. جبنة. فابل باي بالجبنة جامدة قوي. ملحها مظبوط. ندي التقييم قبل ما نخش على الصوصات بالحاجات دي برضه. الفرايز 6.5. 6.5؟ 6.5 هي 6.5 7 فعلا. معقولة جدا. الجبنة الحراقة اديها اللي هي دي اديها 7.5. دي؟ اه عشان مش في حرق قوي فده داني شويه. هي طعمها حلو بس اديها نتفق نقول 8. ماشي 8. 8؟ 8. دي 8. دي 8 يا جماعه فعلا جامده قوي. ودي بالنسبه لي 9. 9.5. 9.5 ممكن اديها 10. هي بجد طعمها انتوا مش متخيلين طعمها عامل ازاي. جامده قوي. احلى حاجه لقطتها حلوه جدا. اديها 10 ولا اديها 10 ولا بتوع الاكل ما بيعملوش كده؟ لا يا باشا احنا جبنا بتوع الاكل 10. احنا 10 خالص. احنا غير رشاد خليها 10. احنا اسفين. حلوه جدا. تحفه. متحمس بقى جدا 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 جدا. الصوصات بقى خش لنا على الصوصات جدا. ده افتح الكريمي وافتح لنا الشيكويتزي. لا ده شكله شيكسوا خالص. شيكسوا شيكسوا. والتالت بقى لو سمحت الكاري. صوص الكاري. افتح الكاري. الله اكبر. انا متحمس للكاري قوي. انا مش متحمس له خالص. بص كل واحد يبدا باللي هو متحمس له. طب لا هندوق مع بعضينا عشان نقيم. طب نبدا بايه؟ ندوق ده الاول. ده ماشي. ده الشيكويتزي. ده صوص الشيكويتزي. سكر وحلو. حلو طلع. حلو الشيكويتزي طلع مفاجاه. حلو. شبه الهاني ماسترد قوي. ممكن ادوق تاني معلش. انا اسف. تاكيدا تاكيدا. كتر بقى كتر عشان تأكيد ايه؟ عشان ده صوص. تحفه. حلو جدا. تحفه. 9/10 الشيكويتزي. دي مفيش حد يعني احنا مش حد متحمس له. بس هو جامد جدا جدا. كان اقل حاجه متوقعينها بس ده من الاخر. خش بقى على ايه؟ الكريمي بقى. الكريمي بقى اللي انت متحمس له. انت يا رب يطلع حلو عشان هتضايق قوي. الكريمي. الكريمي ده هيبقى جامد يا لا. ورينا. ما تدوق انت ده. بلاش دوق. الله الله. دوق كده قول لي رايك. صوص الكريمي صوص. مش بتاع اكل بس هو كان شكله حلو ولونه حلو. بس انا هدوق تاني برضه عشان مش عايز يعني ايه اغزله انا. بس محتاج محاولة كمان. الصوص محتاج دايما محاولة كمان. مفيش طعم. مش عارف هو في ايه. هو مش وحش. مش حلو بس مفيش طعم. مفيش طعم. في طعم مش فاهمه. في حاجة انا مش فاهمها. ثلاثة. اثنين من عشرة. الكاري بقى. انا خايف نبدا بالكاري عشان نبدا بالكاري بقى معلش عشان ايه لو ما عجبكش قول لي.
طب الحمد لله. اقفل الفيديو اقفل الفيديو. مش هقدر. مش انا كنت بص عشان هو ده الكريم معايا فانا هدوم معاك. انا هجيب وشك عشان هتعرف هو قد ايه سيء. اشرب ميه معلش. ده ليمون؟ ده ايه ده؟ ده ليمون. ده خل؟ انا عرقت. وبعدين في حاجه معسله يعني هو في ميكس غريب قوي. انا هدي له محاوله كمان مع ان انا مش قادر بس انا عشان مش عايز اغزله. لا انا خلاص خلصت معلش. انا جربت محاولتي يعني مش هدي له فرصه اكتر من كده. لا هو ما هو انا اسف. واحد ده واحد. لو حد نص. بيحب لو حد بيعشق الكاري يعني ممكن يحبه نص نص. لا ادونا بقى مكفز بالرمان مبلع والنبي. يا سلام. عشان يعني اكيد ايه الكاري والرمان اللي احنا ما اخترناهوش هو اللي كسب. كانش ينفع نقفلها بصوص البرياني ده عشان كده هاكل دي. انا هقفل بدي دي اللي اديتها 10 اللي انها 10. انا قفلت خالص. انا قفلت من الحياه تماما يعني بعد الحاجه بغير يعني. هنجيب بيبسي. ما عندهمش بيبسي عندهم كوكاكولا. صح ايوه صح. انا سالتهم ليه مفيش بلبل. هصالحك خلاص بقى. خلاص ننسى صوص البريه. خلاص بقى يا عم نبيل بقى. مش قادر بجد مش قادر. طب بص 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 بقى بص بقى بابا جاب موز. ايه رايك بقى؟ ده بقى ده بقى ده ده بقى حضرتك اسمه البارفي. ايه البارفي ايه؟ بس هو شكله خطير. ده زي الساندي بس بارفي. ده عباره عن تقريبا كريمه لباني وحطينها فوق. ايه ده ايه ده يابا؟ ده هو كله كده ولا ده ويبت كريم من فوق ولا هو كله ويبت كريم؟ كله ويبت كريم. بارفين. ايه فيه؟ مش وحش. اجرب يعني؟ بصراحه مش وحش. انا بحب بكره الويب كريم دي بس هي بعد البرياني بترطب. عاملينها كده عشان بعد البصل تقوم ايه اللي على البطاطس ده تقوم قشطه يعني. هي قشطه هو وحش. انا بمسح بحاول اكدب. انا يعني هو الكراميل حلو. الكراميل حلو بس هو الكراميل موجود مكنه لوحده في ماكدونالدز فده مش اختراع. هي الويب كريم وحش او مش وحش. هي بصراحه حلو قوي للي بيحب الويب كريم. حق ربنا. انا حاسس بطعم بيض. قرفتني ليه؟ قرفتني ليه 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 ليه؟ هو بالبيض؟ ايوه صح والله. مش بتقولوا كمان انه بالبيض قبل ما يضحك؟ ايوه والله. هو في صح. بصوا انا هقول حاجه. الباكينج جامد. الباكينج جامد. احنا جايين ناكل ولا نتفرج؟ الطعم لا. انا بقى اصالحك بقى. انا بقى اصالحك بالبيض. انا بقى اصالحك بقى. الله الله الله. لا 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 زوم لي عليه بقى. زوم لي بيه كده بالتويكس. سلام يا سلام. شكله مغري. شكله مغري بصراحه. دو عشان انت اتضايقت بس ده شكله جامد. شكله جامد اصل الماك فلوري يا جماعه في اي حته حلو. مش هيجي في المغرب ويبقى بالتويكس ويبقى وحش. تدو انت بقى. دو انا شرط جامد. دو اضرب اضرب اضرب. لا تويكس تويكس في صباع جوه. انت المنظر مغري قوي قوي قوي. في تشيبس في تشيبس يا اخوانا. شوفي تشيبس وفي حاجات هتقرمش. شكله خطير شكله خطير. بس احنا ناخد واحده بقى مدام احنا المفروض ريفيورز. ناخد واحده بالكومبينيشن كله كده. اوعى اوعى هيجيلك مان فريز. يا لهوي مان فريز بجد. بيعمل مان فريز جامد قوي. معلش وصلي الطافس فمش عارفين يعني. انت قدها هتعديها هتعدي منها. وحش حلو جدا. وحش عشان عملك مايند فريز. مش بحب التويكس اصلا. مشكلته التويكس. هاخد لا تويكس حلو يعني. اللي بيحبوا التويكس يا جماعه ياخد 9 يا تويكس 8. يا تويكس وشوفوا الحلقه كلموني. ما بحبكم. كلموا بول بقى نسيب لكم نمره. كلموني ونزوز مصر الحلقه الجايه. شكرا تويكس. شكرا تويكس. ايه ده ماكدونالدز. شكرا تويكس يا عم. تويكس انت عملت تويكس ولا ماكدونالدز وحطيته في ماكدونالدز. شكرا تويكس. خليك انت في تويكس. والاول مره هاكل دونتس يا جماعه من ماكدونالدز. اغرب حاجه اغرب حاجه دونتس بامبي. ده بايه ده؟ ده بالبامبي كريمه اللباني. انا جوز هند. انا اقول لك على حاجه خطيره. قول لي. احنا مش هنعرف نقيم اي حاجه. ليه؟ لان الميكسات في الدخول في حلو قوي. كويس انت قلت لي بقى على بعضه. انا هعمل ايه بقى؟ لازم انا هعمل ايه عشان نعرف نقيم؟ اي حد بتاع ريفيو اكل يا جماعه يقول لنا والنبي ايه اللي المفروض يحصل وانت بتضرب حاجات مالهاش علاقه ببعض فجاه. بس دي مثلا تحفه. هي بلو بيري تقريبا دونت يعني ده اللي انا لاحظته. حلو قوي هدوء تحفه. بس عايز الصبح يعني. الصبح اديها 9.
8. طب بالليل اديها كام؟ بالليل اديها 2، انا ممكن اديها بصل وبارفيه بالجبنه وبيض بالبطاطس وحاجه يعني نيده. لا طعمها حلو. الصبح بقول لك تبقى تحفه وهشه جدا وبتدوب. احطها بقى في كيس الصبره ده كلها الصبح. ده كمان ادي الكمال بالبطاطس دي اللي بالبصل بحبها صح؟ انا اخدها له تيك اواي دلوقتي. حلو انا اديها 7. طيب نقيم المطعم يا استاذ بلبل بقى، يعني في الاخر تجربتنا في ماكدونالدز المغرب ايه رايك؟ تديها كام من 10؟ مش قادر اتكلم عشان طعمه حلو جدا. ممكن يعني نحط 3 نقط اساسيه. ماشي. ده انت بتاع اكل ولا؟ انا متابع. انا ايوه. اول نقطه ان هو بجد كان قريب ورحنا له بسرعه. موجود غير مبطئ، يعني هو موجود كتير. لما فتحنا جوجل مابس لقينا كذا واحد حوالينا، ودي كانت احلى حاجه في الدنيا. دي كانت ميزه. الاكل اللي كان معروف كان كويس. يعني الماكرو الحلو قوي اللي هو بالتشيز، التشيكن الجديد ده لاول مره نجربه كان حلو جدا. فرايز تمام. السوسز بالظبط. يعني انا اقول مصر افضل. وانا اقول برضه مصر افضل. وحاجه كمان بقى، الاستاف. الاستاف مؤدبين بصراحة، ناس محترمة وهم عامة شعب المغرب يعني مضياف جدا. هم بيحبونا ومستقبلنا وخشوا صوروا وخشوا وجابوا لنا على طول المكان عشان نقعد نصور. فالحقيقة الضيافة حلوة والاتيتيود حلو. بس المطعم ممكن اديله مثلا 7 من 10. الأكل 7 من 10 معقول جدا، ومصر مثلا تاخد 8 من 10. فيبقى الفرق ايه في دي حقيقة؟ يعني دي حقيقة. مصر احسن بكتير. يعني انا بالنسبة لي مصر احسن. ممكن يكون هو شايف، بس انا شايف مصر احسن. بصوا انتوا جبتوش الفرايز العادية. الفرايز هنا عادية ماي. ايوه. دي احسن، يعني احلى فريز في العالم هي فريز ماكدونالدز احنا كلها في مصر. صحيح. يعني هنا تحسيها كده عامله كده تعبانه. يمكن عشان نحط عليها بصل وصوص، مش عارف. برضه مش عايزين ننزل الفرايز بتاعتهم، بس التجربه كانت جميله. قولوا لنا المهم انتوا تكونوا انبسطتوا وشفتوا حاجات جديده في المغرب في ماكدونالدز فرع كذا بلانكا. قولوا لي عامه الفكره دي حلوه ولا لا. اعمل لكم مطاعم جديده دايما لما بنسافر، حتى لو في مصر. اقترحوا لي دايما في الكومنتات، واعملوا لايكات يا جماعه عشان تشجعوني نكمل في طريق اطبخ مع سيري. ده طريق جديد، طريق اول مره نعمله. وبشكر بلبل جدا على يعني كونك معايا في الشغل. انت صفتني اصلا معاك في الحلقه يا باشا. انت نورت القناه من ليك فانز بتوع. والله العظيم نورت القناه. وبالمناسبه دي يا جماعه، نبيل برضو يعني ايه، يعني من الناس الثقيله جدا في شركه تريبتانزا اللي مسفرانا وعاملين لنا الرحله الجميله جدا. خشوا دلوقتي عندهم على انستغرام هسيبه لكم، يعني هتلاقوا مليون رحله ممكن تتفرجوا عليهم وتطلعوا دلوقتي حالا تقضي صيفك وانت مبسوط وتاكل ماكدونالدز فرع المغرب. يلا تصبحوا على خير.